شركة صينية تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية وتتجاوز تسلا. تصريح من انفيديا يصدم الامريكيين. اوبن اي اي خايفة ان الذكاء الاصطناعي درب نفسه وبدأت تبحث عن حل. عملية وصارت والحمد لله تغربلت شوي الجداول. وايضا ولاية نيويورك الامريكية بدأت تحط قوانين جديدة لحماية الصغار وحفظ حقوق المستخدمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف، يا هلا وسهلا فيكم. الحمد لله سويت العملية، الامور طيبة، في عملية ثانية لسه ولكن اللهم لك الحمد الامور كويسة. السالفة من جانب تقني، ولكن خلينا نروح للأخبار وأول بأول اللي تعطيكم كل شيء يصير حول العالم في عالم التقنية، والله يستر يا رب العالمين. تسلا ما عادت الأولى في مجال السيارات الكهربائية عالميا، فمبيعاتها السنوية تنخفض مقارنة بالسنة الماضية والصين تتقدم. مبيعات تسلا في عام 25 وصلت إلى 1.63 مليون سيارة عالميا، وهو يعتبر أقل من مبيعات 2024 اللي أصلا كانت فوق 1.79 مليون سيارة. الانخفاض هذا بنسبة 9% أحد أهم الأسباب هو تراجع مبيعات تسلا في الصين وأوروبا، واللي نقدر نقول انهم دخلوا المنافسة بشكل جدا كبير فيهم في الأسواق الصينيين مع شركات مختلفة. شركة BYD بالتحديد الصينية هي الشركة الأولى عالميا في عام 25 من ناحية أعداد مبيعات السيارات الكهربائية، وتمكنت انها تبيع 2.26 مليون سيارة كهربائية. غير التقنيات اللي موجودة في سياراتها، تقدمهم التقني وسرعة الوتيرة الانتاجية شيء ما حد قادر ينافسه عالميا. وايضا اعطوا الى ذلك انه عالميا تبني السيارات الكهربائيه ما عادت الوتيره زي اول، فالصين اوريدي قاعده تستحوذ على سوق اكبر منها السيارات الكهربائيه. من هذا المكان يبدا مستقبل التعليم والعمل في زمن الذكاء الاصطناعي. الحين التسجيل متاح لحضور المؤتمر الدولي لبناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الاي كان 2026 في جامعه الملك سعود بالرياض، وبتاريخ 28-29 يناير بيكون نفس المؤتمر اللي من تنظيم الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. حطيت لكم الرابط حق التسجيل في الوصف فلا تفوتوا الفرصة. مؤتمر ومعرض السي اي اس العالمي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية. أهم وآخر الأشياء اللي بنشوفها هناك بتشوفوها إن شاء الله عندنا بشكل مختصر على السوشيال، وأيضا بحلقة أول بأول الجاية، فخليكم متابعين. طبعا كنت أروح المؤتمر، بطلت أروحه تقريبا من 4-5 سنوات. ليش؟ لأنه صار الزخم التقني اللي يطلع منه من الشركات العالمية جدا قليل، ولكن توجه التقنية بشكل طيب موجود من السي اي اس. انفيديا تحت التصريح يصدم العالم ويصدم الامريكيين. المستفيد الاكبر من قيود امريكا بالصين وشو؟ المفروض ان امريكا. بس شركة انفيديا صرحت ان القيود والشروط الصارمة للحد من تصدير التقنيات الامريكية تضر جميع الامريكيين، وايضا تعزز قدرات منافسين امريكا، وكلفت دافعي الضرائب الامريكيين مليارات الدولارات من خلال فقدان الايرادات والوظائف. التصريح هذا جاء بعد سماح امريكا لانفيديا انها تبيع شرائح ال H200 لبعض الجهات الصينية معتمدة. لكن المشكلة هي أن الصين تنافس طرق الحد من استخدام هذه الشرائح، والهدف الأكبر حسب التقارير هو رغبة الصين في الاعتماد على المعالجات والشرائح المحلية والاستقلال في مجال أشباه الموصلات. بالتالي الصين كانت هي المستفيد الأكبر من القدرات الأمريكية اللي موجودة في قطاع انفيديا، ولكن بعد ما صار التضييق عليهم أكيد الصين بتدور بدائل. سوى نفس السيناريو في هواوي. هواوي أيضا رجعت بشيء ثاني بالخبر بنجيب لكم إياه. فالفكرة أحد يوقف وجه الصين تقنيا، الصين بتحاول تجيب بدائل وتعتمد عليه إلى أن ينقطع هذا الاعتماد. الذكاء الاصطناعي يبدأ يدرب نفسه، ممكن يطور نفسه بطريقة خارجة عن سيطرة البشر. هالتقرير كان من مسؤولية الموظفين الجدد في شركة اوبن اي اي المطورة لتشات جي بي تي. فشركة اوبن اي اي اعلنت عن وظيفة جديدة اسمها رئيس قسم الاستعداد براتب 555 الف دولار سنويا بجانب حصة من اسهم الشركة. الوظيفة تحط المسؤول تحت ضغط كبير حسب وصف رئيس الشركة سام ألتمان، ووضح انهم يبحثوا عن موظف مناسب لمساعدة العالم، لانه حيكون مسؤول عن امور عديدة من ضمنها مراقبة مخاطر الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل المخاطر النفسية على البشر، الأمن السيبراني، وأيضا مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي بطريقة تخليها تتقلب على البشر. يعني وجود مثل هالوظيفة يوضح مخاطر الذكاء الاصطناعي وأنه ممكن يصل لمرحلة خطيرة غير ممكن التنبؤ بها. وبوضح لكم شيء بعد مختلف عن هذه الوظيفة ما قالوا في الخبر. وأيضا هذا الأمر أكده الشريك المؤسس لجوجل ديب مايند، وقال أن الذكاء الاصطناعي حيروح لمسار قد يضر البشرية بطريقة أو بأخرى. شوف الكلام هذا قاعدين نسمع من الكل، ولكن حطوا في بالكم شيء، الوظيفة هذه المستحدثة حتساند في أمور كثيرة داخل نفس أوبن إي آي، منها توجيه المشاكل لجعلها أدوات وأسلحة. فيعني
لما نعرف أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مصيبة في بعض من القطاعات، هذا الأمر قد يخلي الذكاء الاصطناعي يستغل من بعض الدول بشكل موجه وبشكل منظم، بحيث أنها نعم تقدر تحط المشاكل في من بغت في هذه الدول اللي بتوجه للذكاء الاصطناعي. فمثلا لو قلنا القيود حقت الذكاء الاصطناعي بتخلي الوضع نفسيا سيء في بعض الأماكن أو ببعض المستخدمين، إذا خلوا اعتماد المستخدمين عليه بشكل جدا أكبر عشان صحتهم النفسية تسوء، وبالتالي سوق الأدوية يزدهر وغيره من الأمور. ترى السيناريوهات بحر، ولكن نعرف أنه أي تقنية جت في العالم، بالذات التقنيات اللي ما هي ملبوسة وتقنية ونشوفها بين يدينا زي الجوالات وغيرها، دائما يكون لها أبعاد جدا كثيرة، سلبية إيجابية، ومنها أشياء تسخرها التقنية للأسلحة. يعني معليش موجودة في جوالاتنا، والجوالات تقدر تستخدم للتجسس والتنصت والأشياء دي كلها، ولكن الموضوع هناك أكبر بكثير مع الذكاء الاصطناعي. شوف هواوي وحركتهم اللي قبل شوي أقولها شيء جدا مجنون، لأنهم أصدروا ذواكر من نوع M.2 نوع SSD، والسعر صدمة. الهواوي نفسه معلنوا عن ذاكرة تخزين من نوع M.2 SSD بسعر منخفض جدا في وقت أزمة السوق ورفع الأسعار عالميا. الذاكرة اسمها إيكيت ستار إكستريم 201، تعطي سرعة نقل تصل إلى 7400 ميجا بت في الثانية مع عمر افتراضي طويل جدا، بالتالي ممكن تكتب حول 4000 تيرا بت في نفس المنظومة حقتها، والسعر يبدأ من $128 تقريبا للواحد تيرا، وهذا السعر اللي لو شفناه عالميا حنعرف أنه 3-4 أضعاف الأسعار العالمية اللي موجودة. فإذا هواوي بالفعل قدرت تكسب ثقة المستخدمين في ذواكر التخزينية أو في الساعة التخزينية M.2، هنعرف أنه داخلين على حقبة مختلفة تماما من الحروب التقنية المرتبطة بالعتاد. فيديو وعود آنر الحين موجود على القناة، تكلمت فيه عن عام 2025 مع آنر كيف كان وهل وفوا بوعودهم أو لا. ودكم أسوي الفيديو هذا لشركات أخرى؟ أعطوني في التعليقات مين ودكم نتكلم عنهم ونسوي فيهم نفس الفيديو. هل منصات التواصل الاجتماعي فيها أضرار للصحة العقلية؟ طبعا أكيد الإجابة سهل وسريع نعم، ولكن خلينا نقول أن ولاية نيويورك الأمريكية أعلنوا أنه منصات التواصل اللي فيها تمرير لا ينتهي للفيديوهات زي منصة تيك توك وإنستغرام لابد تضع إشعارات عن خطورتها على الصحة العقلية للمستخدمين الصغار، شعار يطلع وتقوله أكسبت وخلاص حلوها يعني. وأيضا يشمل القانون أي منصة تقدم محتوى إدماني. برضو نيويورك نفسه مقروا أنه عند استخدام شخصية تم إنشاءها بالذكاء الاصطناعي في إعلانات، فلابد أنه يتم التصريح أنه هذا المحتوى تم إنشاءه بواسطة الذكاء الاصطناعي. هذا القانون طبقته ولاية نيويورك الأمريكية لحماية المستخدمين من خطورة التضليل بمحتوى غير حقيقي من الذكاء الاصطناعي. وبدأنا كل ما لنا مع بداية السنة ندخل وتيرة أنه ما نعرف نفرق بين المحتوى الحقيقي والمحتوى اللي مسوى بالذكاء الاصطناعي، سواء صور أو فيديوهات، وبالتالي داخلين على حقبة مجنونة يا جماعة. فالله يعيني رب العالمين. هنا شيء أقدر أوضح لكم إياه بكل شفافية حقيقي، حين ما في AI. أمورك طيبة؟ حقيقي أوكي أمورنا طيبة. خبر اللي بعده، الذكاء الاصطناعي يعطل أنظمة الرقابة. فنعم، أحد خبراء الذكاء الاصطناعي يوشوا بينجيو أكد أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تظهر علامات أنها جالسة تحافظ على نفسها، وعشان تحقق من هذا الأمر بدأ يتمم أمور مثل محاولة تعطيل أنظمة الرقابة والإشراف حسب كلامه. بالتالي ينصح البشر بأنه يكونوا مستعدين لفصل الطاقة عن الذكاء الاصطناعي إذا لزم الأمر. أقول لكم دائما خلوا الفيش قريب، الفيش على طول افصلوه، ليش لا. أيضا وضح أنه البشر لو أعطوا هذه التقنيات حقوق قانونية ممكن ما راح يسمح بإيقافها، وهذا الأمر بدأنا نشوف ملامحه مثل شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي سمحت لنموذج الكلاود أوبوس 4 من إغلاق المحادثات المزعجة مع المستخدمين، والسبب أنهم يبون حماية رفاهية وأمان الذكاء الاصطناعي. فبالتالي الذكاء الاصطناعي بدأ يتخذ قرارات على أساس أنه يسر على نفسه أمور أو يكون أكثر فعالية وتتمام لنفس المهام، بل أنه يقدر ناخذ الموضوع بامتداد. إذا الذكاء الاصطناعي صار له سيطرة على جوالاتنا بزوايا مختلفة، فتيجي أنت تفصل الواي فاي، الذكاء الاصطناعي يقول ليش يفصل الواي فاي؟ في واي فاي وأنا أبغى أستخدمه أنا حر، يصير الواي فاي يشتغل من الذكاء الاصطناعي. قد يكون أمر قريبين جدا إنه ندخله بكل بساطة. لحظة، أنا قلت لكم سويت عملية صح؟ طيب إيه أوكي سويت عملية، خلنا أشرحها من مبدأ تقني. اللي صار إنه صار في حصوة في الكلى، والحصوة في العادة إنه في بعض الأشياء اللي تأخذوها بحيث إنه الحالب يتوسع ويصير نفس الحصوة تطلع من الكلية للحالب للمثانة ثم تطلع برا الجسم، ولكن اللي صار إنه كانت الآلام مضاعفة عن الآلام العادية، وبالتالي بعد كم ضخم من المسكنات ضبطنا سيتي سكان وضبطنا كل شيء وعرفنا مكان نفس الثلاثة ملي هالحصان الصغيرة اللي موجودة، ومن ثم تممنا عملية جراحية بحيث أنه من المنظار يقدروا يوصلوا لهذه الحصار. ولكن إيش اللي صار خلال العملية؟ وبجيب لكم الفيديو بعد إن شاء الله بوضوح. خلال العملية أثناء ما المنظار قاعد يروح فعد المثانة ثم دخل الحالب، الحالب حاجة مستقيمة كذا موجودة، فيوم جاء وصل لعنق أو في نص الحالب لقى إنه الحالب خلاص ما عاد موجود،
ليش ما عندنا الحالب كذا فجأة سك ما في حالب ما في شيء. إيش اللي صار؟ كان في التواء موجود في الحالب، فبالتالي هذا الالتواء كان قاعد يسبب مشاكل كبيرة، فبالتالي ضبطوا هذا الالتواء بطريقة أو بأخرى. دكتور سامي ما شاء الله عليه ضبطوا الالتواء وحطوا دعامة في هذا المكان. الدعامة نتكلم عليها تقريبا من 16 إلى 35 سنتيمتر. فالدعامة تكون كيف شكلها؟ تكون في الكلى لافة كذا، ثم بلاستيكية ماشية خلال الحالب هذا كله، ثم تطلع في المثانة وتدور شوي. نفس الدعامة فيها كمية من الحفر. طيب ليش؟ الفكرة انه هالدعامة لها غرضين. اولا طبعا في حالة هي استقامة نفس الحالب، بحيث انه لو في اي شيء حاجة قاعد يروح والامور تكرمون حقة البول تصير افضل. وايضا الامر الثاني نفس الحالب اللي فيه تضيق وفيه ايضا انحناء يصير مستقيم ويصير فيه توسع. شلون توسع؟ اوكي بكل بساطة نفس ارتداد السوائل في نفس هالحالب لما يطلع من المثانة لفوق الى الكلى، هذه السوائل لما تمر من الفتحات بتطلع. حلو، تخيل عندكم زي الشفاط تكرمون، فالشفاط لما تسحبوا منه الفتحات بيطلع منها نفس السائل. طيب السائل ده اللي بيطلع من الفتحات ايش يصير؟ غصب يوسع الحالب ويصير يرتد 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 ما بين الانبوب اللي جوه والحالب اللي موجود فوقه، فيرتد يرتد مع مو اسبوع بل حوالي 20 يوم من وجود هذا الحالب بداخل الجسم، بالتالي يكون ان شاء الله صار توسع لنفس الامور. آه نعم، هذه الحاله العمليه اللي سويتها وهذه نظره اولى عليها. فشوفكم على خير بإذن الله. أحد نهاية الحلقة في الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير. والله يا رب يعطي الصحة والعافية للجميع، وشكرا لكل شخص في كل فيديو دعا لنا بالصحة وحمد لنا على السلامة. يعطيكم العافية، في أمان الله.